السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بمشاهدينا على قناة تعليم صيانة الإلكترونيات. معانا النهاردة فيديو جديد. الفيديو النهاردة بيتكلم عن إزاي تشغل الريموت بالبطارية ويشحن كمان على شاحن سامسونج اللي هو الشاحن العادي، من غير بقى ما تغير كل شوية حجارة كل شوية حجارة والكلام ده كله، سواء بقى كان ريموت تكييف أيا كان نوع الريموت الكنترول اللي أنت هتشغل عليه. بيشتغل طبعا بتلاتة فولت. طبعا الفكرة اللي احنا هنعملها النهاردة دي هتكون فكرة بسيطة جدا من حاجات موجودة عندنا، طبعا زي مثلا سماعة عادية كده كنت شغالة مثلا ببطارية وباظت، بدل ما ترميها هتاخد منها الحاجات دي، أو سماعة زي اللي في إيدها دي البلوتوث دي، أي سماعة تكون بطاريتها صغيرة زي البطارية الصغيرة اللي أنتوا شايفينها دي يا جماعة، باظت ملهاش لازمة، بدل ما هترميها هتاخد البوردة بتاعتها والبطارية فقط لا غير، وباقي الحاجات كلها مش هنعوزها خالص. النهاردة طبعا التجربة بتاعتنا عادي خالص على ريموت أهو، ريموت عادي من اللي هو ده، وعلى السماعة دي. طبعا دي سماعه كده بايظه، اي سي الصوت بتاعها باظ، فطبعا ما خلاص ملهاش لازمه هتترمي، فبدل ما تترمي انا ممكن استفيد منها بالفكره دي، اللي هي اللي انا هشيل السماعات دلوقتي وهنعمل الطريقه دلوقتي مع بعض. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تعملوا شير للفيديو ده عشان يوصل لكل الناس، وتعملوا لايك للفيديو، ولو تكرمتم اعملوا اشتراك للقناه وفعلوا الجرس علشان يوصلك كل جديد. اول حاجه هنعملها هنشيل السماعات خالص، الهاند فريهات اهم، تمام كده. فاضل معانا مين؟ الدايره نفسها اللي هي ايه، اللي هي دي يا جماعه، تمام. طبعا ايه، هنجيب سلكتين رفيعين من البطاريه نفسها وهي راكبه على البورده، هنجيب سلكتين رفيعين وهنشوف كده. هنشيل دول كده خلاص من مكانهم، دورهم انتهى، ملهمش اي لازمه معايا دلوقتي خالص، تمام. نجيب الريموت وزي ما حضراتكم شايفين كده، وركزوا معايا بالظبط، هنا ده الارضي، السوسته دي هي الارضي، والتانيه دي هي الكهرباء، ماشي. هنوصل السلك بتاع، هنجيب سلكتين طبعا، احنا ايه زي ما قلنا من شويه، هنجيب سلكتين صغيرين كده ما يكونوش كبار يعني، وهنعمل طبعا كده علشان القصدير يمسك في السوسته، وفي التانيه برضو نفس الكلام عشان لما نيجي نلحم ما يغلبناش في اللحم، تمام. وهنجيب مثلا سلكتين زي كده، اي حاجه مش شرط يعني احمر واسود يعني اي حاجه، بس يكونوا سلكتين رفيعين. هنلحم كده يا جماعه، الارض في الارض والكهرباء في الكهرباء اهو، ماشي اهو، ونقص السلكتين ما نطولهمش جامد يعني. وهنيجي طبعا دي خطوه مهمه جدا يا جماعه، كله يبقى مركز معايا فيها اهي، هنا في الدايره اللي معايا هنا عادي يعني، هتلحم السلكه الحمراء اللي هي الكهرباء في الكهرباء بتاع البطاريه، والارض في الارض بتاع البطاريه، وهي راكبه على البورد زي ما هتعمل دلوقتي كده. بس طبعا قبل ما نبدا الخطوه دي يا جماعه، هنثبت دي في الظهر بتاع في الغطاء بتاع الريموت كده بالشكل ده بالظبط، كده بالشكل ده بالظبط. ليه بقى؟ ليه؟ عشان لما تحط السوكت بتاع الشحن يبقى ثابت معاك ويشحن معاك على طول، تمام. هنعمل مثلا ايه الفتحه مثلا في المكان اللي انا هحدده دلوقتي كده بالشكل ده كده يا جماعه، ايه فتحه على قد السوكت، نضفها من كل ناحيه. دلوقتي عايزين نثبت ايه، نثبت الدايره دي كده بالشكل ده اهو كده، المفروض انا عايز اثبت الدايره دي بالشكل ده اهو. اجيب انا اي حاجه بقى، امير اي حاجه انا عندي موجوده، وهثبت الدايره بالشكل ده بحيث ان السوكت يفضل في الوضع ده على طول لحد ما اقفل الغطا تاني. ورجعت تاني يا جماعه بعد ما ثبت الدايره، ثبتها كويس جدا جدا اهو بالحام 2 في 1، ده طبعا اقوى حاجه تقدر تثبت بيه دايره بالشكل ده، وهو السوكت يا جماعه اهو، والبطاريه بتاعتنا اهي تمام، وكل حاجه تمام. كل اللي هتعمله، البطاريه جايبه بسلكتين، البطاريه فيها سلكتين اهو، اوضح تاني علشان كله يشوف.
البطاريه فيها سلكتين، واحده حمراء واحده سوداء، وزي ما حضراتكم شايفين الريموت فيه برضه سلكتين احنا عملناهم، واحده حمراء وواحده سوداء. سهله جدا، هشوف السوداء والحمراء اتوصلهم بالسوداء والحمراء برضه ايه في ناحيه البطاريه في البورد زي ما انا هعمل دلوقتي حالا. طبعا اللي لحمتها يا جماعه اهو ماشي، الكهرباء مع الكهرباء والارض مع الارض، وكده المفروض انا هقفل الدنيا دي كلها. وبكده يا جماعه هيشحن معانا باي شاحن موجود عندك في البيت اهو. الفكره بتاعتنا خلصت، مش ناقص غير حاجه واحده بس، ان احنا نجرب الجهاز اهو يا جماعه اللي انا بجرب عليه الرومودات اهو. الريموت بتاعنا اهو يا جماعه اهو، والله العظيم زي ما عملنا مع بعض اهو، عشان بس ما حدش يقول انت غيرت الريموت وحطيت حاجه غيره والكلام ده كله، عشان انا ما بحبش انا الشغل ده ومليش في الشغل ده خالص. اهو يا جماعه الدايره اهي معانا اهي، واهو اهو اهو نوريكم على الكاميرا برضو عشان كله يبقى متاكد. اهو 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 اهي اهو. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، يا ريت تكونوا استفدتوا، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس كده علشان يوصلكم كل جديد، ويا ريت تشير للفيديو عشان يوصل للناس كلها، ويدعمونا يا جماعه كده عشان نقدر نكمل معاكم. والف شكر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.